الماء تيخرج لك الغاز هو اللي كيدير لها التقابير الوغ. والبارح نهار 3/6/2024 على الساعه 9:44 دقيقه مساء دخلت واحد الكره ناريه كبيره للغلاف الجوي في المغرب سماء المغرب. فكره كبيره اول مره كنشوفوا كره كبيره وشافوها بزاف المناطق شافوها. دونك دخلت جنوب الشرقي ديال البلاد وطاحت جنوب ورزازات واحد قريب واحد القريه اسميتها ايتساون. الوغ مهم هاد الكره الناريه لان اول مره كيشدها المرصد ديال علم الفلك ديال اوكيمدن اللون ديالها ازرق. فازرق يورينا المواد الكيميائيه منين مصوبه دونك غنيه بالكربون. فاش يكون لون ازرق كتكون كربون. الوغ البارح بداو الاصدقاء ديالنا اللي كاينين تما كيصيفطوا لنا الفيديوهات وكيصيفطوا لنا الصور. فهي عرفنا دابا النوع ديالها كنتسناو ان شاء الله في هذه العشيه غيوصلنا واحد العينه منها باش نديروا ليها بحوث ونديكلاريوها في الجمعيه ديال ديكلاراسيون ديال الميتيوريت ميتيوريتيكال سوسايتي باش يعطيوها اسم كما عطينا هذا العام الجوج. عطينا السماره 002 حتى هي كربوني بحالها غير هذه كربوني كان نادره. وفي الاخر ديال هذا العام عطينا الراشيديه 009 واحد ديجينيت حتى هي عطيناها الاسم ديالها. الو هاد الاصل ديال هاد النيزك لان بزاف الناس كيدعوا على بلاك بيوتي الجمال الاسود. لا ماشي الجمال الاسود. الجمال الاسود جات من المريخ وجات من البركان حجر بركاني صلب. هذه لا هذه هشه. فاش طاحت راه شفتوها في الفيديوهات كاع كتفرتت والغبار ديالها. دونك هذه جات بواحد الكويكبات كنقول لهم سي. فالكويكبات تنقسمهم على ثلاثه الانواع. كاين الكويكبات ام ميتاليك كاين الكويكبات اس سيليكاتي حجري وكاين سي كربوني فيهم الكربون بزاف. فهاد النوع ديال النيازك مهم جدا في البحث العلمي. اهم النيازك هما المريخيه لان المريخ مهم للانسان كنبغيو نعرفوا عليه معلومات كثيره. ثانيين هما هادو الكربوني لانهما كيورينا ثلاثه الحوايج مهمين. اولا هما اللي جابوا الحياه الارض. هاد الكربون كاين اما عضوي دونك اورغانيك كاين فيه ليزاسيد اميني الحامض الاميني فيه الكحول الكحول فيه السكر لي غيبوز. هاد المكونات هما اللي كيعطيو لا غين كيعطيو لنا الفيروس ولا كيعطيو لنا لي سيلول. دونك جل العلماء متفقين بان هاد النوع ديال النيازك هما اللي جابوا الحياه الارض. الحاجه الثانيه كنلقاو فيهم واحد البقع بيضاء عند العمر ديالها قديم على هاد الشمس ديالنا على المجموعه الشمسيه تصوف الغبار قبل وهذاك النجم تفرقع وداك الغبار ديالو عاود عطى الشمس ديالنا وبقاو دوك لو غيليكا دي زانكليزيون كاسمو ريفراكتير ديال الكالسيوم الومنيوم. دوك القولاج ديالهم فايت 4 مليار و600 مليون عام. الحاجه الثانيه كنلقاو فيهم لي فاز ا الترا اوت بريسيون واحد البلورات كيتصوبوا في كونديسيون تري سيفير بريسيون كثيره منهم ديامون كما شفتوا العام اللي فات لقينا واحد النيزك من هذا النوع هذا لقينا فيه الماس. فهاد الماس مهم للبحث العلمي الناس اللي كيخدموا على البلورات. الوغ كتعرفوا بان جا من الكويكبات كاين واحد الحزام ديال الكويكبات بين المريخ والمشتري كيتصادموا بعضياتهم وكيتلقوا لنا شظايا. الوغ النصائح اللي كنعطي للاخوان اللي تيقلبوا عليهم اولا انتبهوا للثمن لان الثمن مهم ماشي نيزك عادي. ثمن ثمن مهم يقدر يمشي بين 300 درهم حتى 1200 درهم لان سي اون شوت اوبسيرفي من 300 درهم حتى 1200 درهم لان سي اون شوت اوبسيرفي وكيقلبوا عليها العلماء سورتو اذا كانت واحد النوع نادر. حنا غنديروا لها التحاليل ان شاء الله غدا في الصباح وغادي نقولوا بالضبط اشنو هو لان هذا النوع فيه تسعود. هذا النيزك الكربوني فيه تسعود انواع ياك غنشوفوا اش النوع واش نادر ولا لا. الوغ النصائح اللي كنعطي الاخوان اللي تيقلبوا تما يقلبوا على كيفاش دخلات لانك تطيح في واحد المنطقه على شكل سهريجي الطول ديالو طويل كيمشي حتى ل 15 كيلومتر والعرض ديالو بين 20 حتى ل 50 100 متر. دونك لقاو هذيك البلاصه فين كنسموها الشحطه فين شحطت ويتبعوها سيغمون غادي لقاو الصغار غادي لقاو الكبار لان الكبار مهمين في هذا النوع تيبغيو صحاب المتاحف. الحاجه الثالثه هما بان ينتبهوا لهذا النيزك ما يشدوش بزاف بيديهم وداك الشيء يحاولوا يديروا في شي بلايصه نقيه باش يعاونوا الباحثين اذا لقينا فيه شي حاجه مهمه.
زومي على هذا الكربوني وهذا حيت هي النوع اللي كنقلبوا عليه. شوف في الوسط كاين واحد الطرف ديال الكوارتز.